هو كل واحد مننا طفل صغير، اول ما بيشوف حيوان شكله رقيق وكيوت بيبقى عايز يلعب معاه، خاصة لو الحيوان ده كان معروف عنه انه لطيف. لكن احنا هنا النهاردة عشان نحذركم من وجود حيوانات لطيفة جدا لكن ساعة الجد بتكون قاتلة. وقبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفني فدوس اشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول ما ننزلها، واعمل لايك عشان اكيد هيعجبك الفيديو. الدولفين، يمكن معلومة دي تكون صدمة دي، لكن علينا ان احنا نواجه الحقيقة. بس متقلقش، لان النوع الوحيد من الدلافين اللي بتهاجم البشر بدون اي سبب طبيعي هو الدولفين ذو الانف الزجاجي. وخد بالك انت بتلعب مع اي نوع من الدلافين. الفيل صاحب اصغر اسم واكبر جسم، وعلى الرغم من كون الفيل واحد من اكبر واقوى الحيوانات في عالم الحيوان، الا انها بنشوف الفيلة على انها مخلوقات ساذجة وغبية. وعشان نكون صادقين، فمعاملة الانسان هي العامل المؤثر الوحيد في تصرفات الفيل القاسية والوحشية والعدوانية. وفي السنوات الاخيرة بدأنا نسمع عن حوادث فتاكة متعلقة بالفيلة، شكلهم كده قرروا الانتقام، فبالرغم من مظهرهم الساذج الا ان ده من فيه الذكاء. شكل الفقمة لطيف وبريء وميجيش منها اي خطر او ضرر، ومع ده فتم تسجيل عدة حالات هجومية على الباحثين في القارة القطبية الجنوبية انتركتيكا واماكن تانية غيرها. الحيوان ده بيبين سلوك عدواني جدا من اي حد يقرب منه، وافضل وجباته هي طيور البطاريق. سمكة الفوجو او السمكة المنتفخة، وسموها المنتفخة لانها بتتنفخ لما بتتعرض للخطر او بتحس بالخطر، والسمكة دي بتنتقم بعد ما تموت. وهي عايشة بيكون شكلها لطيف وبتحب اللعب، لكن بعد ما تموت في جزء منها بيكون مليان سموم، لو حد كلها عن طريق الغلط او بقصد ممكن يموت ومحدش يقدر ينقذه. ومع ده ففي ناس كتير بتاكلها عادي، وده لانهم بيكون معاهم شهادة خاصة في تنظيف السمكة دي. دايما بنمثل بجع على انه جزء كبير من الخيال الرومانسي، وده لانها بنربطه بالحب الحقيقي، وفي انواع من الحب بيلحق وراها ضرر، وبما ان الحب ممكن يعمل ضرر فاكيد البجع يقدر برضه. فالطير الجذابة دي تقدر تتحول لعدوانية لو حصل بتهديد، فالبجع بيبذل قصار جهده عشان يدافع عن نفسه، وبيدافع عن طريق من قارب. الغراب الاسترالي ده طائر هادي واليف طول السنة، بس لما يجي في موسم التزاوج بيتحول لسفاح حقيقي، بيهاجم اي حد يقرب من بيته حتى لو كنت على مسافة بعيدة او قريبة عن طريق الصدفة. الباندا كان لطيف فعلا طول ما محدش اعتدى على ارضه، ولو حصل بيدافع عنها بشراسة، وممكن يأذي شخص فعلا، وممكن يوصل الكلام ده لحد القتل. من المعروف عن حيوان دب النمل او واكب النمل انه ما عندوش سنان. استنى، امال ازاي بيمثل تهديد على حياة الانسان؟ صحيح ان هو ما عندوش اسنان، بس عنده مخالب حادة جدا جدا، وبيستخدم المخالب دي في الاساس في الحفر في الارض لما بيدور على طعامه اللي هو النمل. وبطبيعة الحال فهو ما يترددش في استخدامها للدفاع عن نفسه، ويمكن تلحق المخالب دي ضرر ما تتخيلوش بمجرد ضربة واحدة. الضفدع السام شكله ساحر وجميل جدا، لا ده كمان مذهل، ولكن ده هو الحال في المظاهر الخداعة. وعلى الرغم من ان في انواع قليلة جدا من الضفادع السامة، بس اخطر نوع من الضفادع السامة هو الضفدع الذهبي، ويمكن يقتل 10 اشخاص بالغين في المرة الواحدة. وغير كان هو يعتبر واحد من اجمل 10 حيوانات في العالم، واحنا ذكرناه في الحلقة بتاعته، اسمها تعجبك. الكوالا حيوان صغنن وشكله هادي ورقيق جدا، وتحس انك ممكن تلعب معاه عادي، لا ده كمان ممكن تلعب بيه.
ولكن في الحقيقة انه حيوان شرس وانيابه ومخالبه مرعبة، وهاجم ناس كتيرة جدا كانوا مفكراه لطيف وكيو. شيطان تسمانيا ده هو اسم الفصيلة او النوع، واسم الجراء عفاريت، وبيعيش في جزيرة تسمانيا والبر الاسترالي، ولما تبص له هتحسه كائن مضحك ومسالم، بس متستخفش بيه، فربما اسمه بيتحدث عنه، فلما يطلع انيابه هنا هيمثل خطر حي، ويعتبر عضته واحدة من اقوى العضات في العالم. اللورس البطيء بيتواجد في الجنوب وجنوب شرق اسيا، اوعى تخلي العيون الجذابة دي تأثر فيك، وده لانه يعتبر واحد من اكثر الثدييات السامة في العالم، فلو لدغك يمكن تصاب بحساسية من النوع الثالث، واللي هي تعتبر اخطر انواع الحساسية في العالم، واللي ممكن تنهي حياتك في ثواني، وهو يعتبر من الانواع المهددة بالانقراض. ودلوقتي اكتب لنا في التعليقات اي من الحيوانات دي ما كنتش متخيل انها ممكن تقتل بالشكل الرهيب ده. كان معكم وطف زوزات، واشوفكم فيديو جديد. انجوي.